من الدار البيضاء اوغيو، هاد العلامه الرائده في لي بسكوي دخلت لموسوعه غينيس. اجيو نشوفوا كيفاش وعلاش. غادي نحطموا الرقم القياسي عالمي اليوم في العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا اوغيو دقه وحده واجدين. أيها سيادي، أوغيو حطم رقم قياسي عالمي جديد من خلال تنظيمه هذا الحفل اللي حضر ليه 2482 شخص، كلهم جاو يدوقوا المنتوج ديالنا اللي المغاربة كاملين كيحماقوا عليه، واللي تم إنتاجه في المغرب أخير مارس 2015 باستثمار بلغ 105 مليون درهم. أوغيو عزيز على المغاربة كاملين، هذه بعدا أنا كنعترف بها. أوغيو هذا البسكوي البنين متوفر بشكل كبير في مختلف جهات المملكة وغير بزوج درهم. إوا دابا كلشي يقدر ياكل أوغيو. اشنو هي المناسبات اللي كيتستعمل فيها الورد بالباقات ديالو او الورد بشكل منفرد؟ واشنو هي الفصول اللي كيزدهر فيها هذا السوق بشكل اكبر؟ واش الورد كيكون مطلوب اكثر في الصيف؟ طبعا حنا كنعرفوا الصيف كيكون زاخر بالمناسبات ديالنا السعيده، الله يدوم عليكم جميعا. واشنو هي الالوان اللي كتمشى بزاف في هذا الموسم؟ وامتى كيكون الورد كثير وامتى كيكون قليل في السوق؟ هذا السؤال غنطرحوه على السي المختار. بزاف الناس دابا تيستعملوا الورد على الجهد ماشي زعما، يكون هو قليل في الاوقات في البرد، شهر 12 شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4 كيكون الورد كيكون غالي، هذاك الوقت ديال البرد كيكون غالي. دابا الصيف كينقص الورد في كيضعف ياك وكيتزاد في الثمن وكيقل المطلوب. بالنسبه كاين تريتورات كيخدموا مزيان بزاف، تيبغوا لي سونطر بزاف وداك الشيء فهمتي. كنسمعوا بان الديكور ديال باقات الورد كيتمشى حتى في المصحات قدام المرضى باش يعطيهم واحد النفس اطول مع الالام ديالهم مع الانين ديالهم. الوان اي لون، ولكن هادشي ديال المارياج كله واش تيبغي، كاين اللي كيبغي لي بوكي كله بلون، كاين لي بلون دو كولور، كاين اللي ما يبغيش اللوان بزاف زواج، كاين اللي يبغي غير لون واحد. الناس ديال الكلينيك اللي كيكونوا مثلا انسان عيان من الماكله وداك الشيء كيكون اللهم يكون الورد مزيان باش يكون وين كاين الكلينيك يخرج بزاف على حسب كل واش تيتقدى على حسب الناس. في النهايه غادي نسولو سي المختار على الطريقه اللي كيتلفف بها الورد، ثم اشنو هي الطريقه اللي كيتم الحفاظ بها على حياه الورده لمده اطول، واش هناك واحد المواد كتستعمل ليها باش تبقى على قيد الحياه ونتمتعوا بها لمده اطول. هادشي دا جافيل ادجي تقدر ديرها مع الورد ديال الفاز، ديروا معاه شويه ديال الجافيل باش كيبقى مزيان كي باش يبقى يشرب الماء ويطول شويه ديال هذاك لاموس كيبقى شاد الماء الورد باش يبقى حي، ضرب واحد السيمانه. ونختموا بالاسعار ديال الورد، خاصة سمعنا كاين باقات اللي كيقدروا يوصلوا حتى ل 10000 15000 درهم. إوا تبارك الله، الله يوردنا ويوردكم دائما. راه ما محدودش لي بوكي، راه كاين 200 كاين حتى 1000 درهم لي بوكي، كاين فوق من 1000 درهم كاع البوكي. لوغ ليليس ليليس هادشي ليليس لي كلايول، وديما دابا لي بوكي كيكون إلا كان ما فيش اللوان بزاف كيطلب الثمن. Ben, wow!